السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم ان شاء الله في هذا الفيديو انا حضرت الكوتي ديالي بلا ما نحتاج الفرن، غير في المقيلة حرشة سائلة كيف شفتوا كتوجد في وقت قياسي، وكذلك هذه الكيكة الاقتصادية ما فيهاش نهائيا المكونات، كتجي زوينة ولذيذة. غادي نقدم لكم طريقة رائعة جدا لتحضير الحرشة، كتوجد في دقائق معدودة بلا ما نحتاجو الفرن، والمكونات ديالها قليلة واقتصادية بزاف بزاف كيف غتشوفوا معايا، والنتيجة رائعة. يعني ما غاديش نحتاجو المكونات كثيرة، وغتوجد بدون فرن فقط في المقلاة. ان شاء الله اكيد غتعجبكم الطريقة الى تبعتوا معايا. بالنسبة للمكونات غادي نحتاجو على بركة الله الى السميد الرقيق، غنحتاجو كأسين تقريبا، واحد ربع السميدة، كأسين من السميد، نصف كأس من الزيت النباتي مخلط مع ملعقة زبدة كيف كتشوفوا. الزبدة بحرارة المطبخ، يعني خرجتها من الثلاجة بمدة قبل باش كتكون هكذا دايبة. إذا نفس الكأس اللي خديت به جميع القياسات كيف شفتوا معايا، خديت به الزيت والسميد كنبسبسهم مع بعضياتهم، كنخلط هكذا مزيان، ومن بعد كنزيد واحد الملعقة من السكر، ملعقة من السكر الخشن، ملعقة صغيرة فقط، ثم بيضة، وكنستمر في الخلط كيف كتشوفوا. ماشي بالضرورة تحتاجوا ديروا يديكم لان ما غاديش ندلكو، فقط غادي نجمعوا ونخلطوا المكونات. الان غادي نزيد خميرة الحلويات واحدة فقط بوزن 7 أو 8 غرامات اللي متوفر عندكم، وإلا ما كاينش عندكم هكذا الخميرة كتهزوا بمعلقة، يعني ديروا ملعقة صغيرة. من بعد آخر حاجة غادي نستعمل هي عصير ليمون، كأسين من عصير البرتقال، عفوا عصير البرتقال، كأسين من عصير البرتقال وقبصة ملح. اذا جميع المكونات غادي نخلطهم، غتبان لكم في الاول انها سائله كيف كتشوفوا معايا، كتبان لكم سائله، ومع ذلك غير خليوها راه السميده غادي تشرب بسرعه، كتشرب المكونات كامله وكتولي عاديه. اذا غادي ناخذ الان نخليها ترتاح واحد 3 دقائق 4 بين ما وجدت المقيلات. كناخذ المقيلات ديالي كندهنهم بالزبده كيف كتشوفوا معايا. الا عندكم مقلات كبيره ديروا غير وحده، والا عندكم بحالي مقلات متوسطين ولا صغار غادي ندير لكم هاد المقادير، جوج حريشات. اذا بعد ما دهنتهم بالزبده رشيتهم بشويه السميده، وغادي ناخذ الخليط ديال الحرشه ونوضعهم في المقلاه وهي بارده قبل ما نحطهم فوق النار. هانتوما كتشوفوا معايا كنقسم ديك الكميه اللي عندي على المقلاتين بزوج بهم، ومن بعد ما كنكمل كنغطيهم ضروري من الغطاء باش كطيب من الداخل، ما كتبقاش لينا خضره من الداخل. نغطي عليهم ونحطهم فوق النار، غطيو باي غطاء كان وحطوها فوق النار، النار تكون مهيله، وضروري تبقاو مراقبينها النار تكون مهيله، راه ما كتشدش وقت كتير في الطياب. تقريبا خليتها هنا واحد 6 دقائق وقلبتها كيف كتشوفوا معايا، هنا لقيتها طايبه. تقلبوها بشي طريقه بحال كيف درت انا باش ما تكسرش لكم. اذا كنحط فوقها واحد الصحن وكنقلبها فيه نفس الشيء، شوفوا كيف كتعرفوها طايبه، كتبان لكم من الجناب حمرت شي شويه وكتبان لكم من الفوق نشفات. اذا هيا قلب الثانيه حتى هي، والجهه الاخرى ما كتاخذش وقت كثير حتى هي في الطياب، بسرعه كتوجد. يعني الوقت الاجمالي ديالها 10 حتى 12 دقيقه كتكون جاهزه معنا في الوقت اللي توجدي فيه الشاي ولا قهيوه، كتكون واجده هاد الحريشه. وكيف شفتوا معايا حرشه سهله مهله، ما فيها لا عجن لا دلك لا كثره المكونات. احيانا ملي ما كيكونش عندي عصير الليمون كنعجنها غير بالماء، غير كنحك فيها واحد شويه القشور ديال الليمون ولا ديال البرتقال باش كتجي من السما،
ولا ممكن ديروا بلاصه الليمون، ديروا الحليب، اي شيء، المهم غير تحافظوا على كميه السوائل والنواشف. يعني اذا درتي جوج كيسان ديال السميده دير معها جوج كيسان ديال السوائل، عصير برتقال ولا ماء من السم بقشور الحامض ولا حليب، كتجي رائعه، رطبه وزوينه زوينه ولذيذه. ها هي كيف كتشوفوا معايا توجدت بسرعه كبيره، وجدت معاها في نفس الوقت وانا كنطيب هاد الكيكه، درتها حتى هي غير في البوطه، يعني ما درتهاش في الفران، جات زوينه. غادي نشارك معكم طريقه اعداد كيكه اقتصاديه جدا جدا سهله، ما فيها حتى مكونات نهائيا، اقل من 5 دراهم، اسهل كيكة على الإطلاق. والشيء الجميل أيضا فيها أنني غادي نوجدها بدون فرن، فقط في الكوكوت أو في طنجرة الضغط. إذا تبعوا معي إن شاء الله المقادير إلى الأخير. أول ما استعملت هنا نصف كأس من الزيت النباتية، نصف كأس من الزيت النباتية، ثم غادي نستعمل السكر الخشين أو السكر حبيبات، 6 الملاعق، 6 ملاعق من السكر الخشن. غادي نخلط جيدا كيف قلت لكم، نصف كأس من الزيت وست ملاعق من السكر الخشن. من بعد ما نخلطهم نضيف لهم كيس من الكاكاو، كاكاو المر، ثم غادي نضيف الماء. الماء كيف كتشوفوا معايا عندي كأس ونصف بالضبط، كأس ونصف ديال الماء، كأس ديال العنبة تعبروا به تاخذوا به المقادير، كأس ونصف من الماء. نخلط وما بقى لي الان غير نضيف شي منسم، اما تضيفوا الفانيلا ولا اي شيء بغيتوا، شي حاجه غير تنسيم فقط. انا ضفت هنا واحد الملعقه صغيره ديال قشور الحامض، قشور الليمون محكوكين ولا مطحونين، وضفت حتى واحد الملعقه من الكوك. ومن بعد غادي ندير جوج الكيسان ديال الفورس. اذا نعاود لكم المقادير، اخر حاجه هي هاد الخميره، خميره الحلويات او بيكين باودر. غادي نضيف جوج اكياس، كل وحده بوزن 8 الغرامات. اذا نعاود لكم احبتي المقادير، وانا كنخلط. عندنا نصف كاس ديال الزيت النباتيه، 6 الملاعق ديال السكر الخشن، جوج خمارات، كيس كاكاو ولا الكاكاو المر كيس واحد، كاس ونص ديال الماء، وجوج كيسان ديال الطحين فقط. والتنسيم كيف قلت لكم كيبقى اختياري، انا استعملت كيعجبني بزاف مذاق الكوك، استعملت ملعقه كبيره عامره بالكوك وشويه ديال قشور الليمون. نتوما ممكن تستعملوا اللي بغيتوا، الفانيل التنسيم ولا القهوه اللي كتعجبو، يدير واحد الملعقه ديال القهوه سريعه الذوبان ولا اللي بغيتوا، اي شيء التنسيم. الاساسي فيها هو كاس ونص ديال الماء مع جوج كيسان ديال الفورس، هادو هما الاساسيين. ونحليو غير بشويه السكر كيف شفتوا، واحد النص كويس ديال الزيت فقط، جوج خمارات، كيس ديال الكاكاو. اذا بعد ما خلطتهم دهنت الكوكوط كيف شفتوا معايا، دهنتها بشويه الزبده ورشيت فيها شويه الطحين، وغادي نفرغ فيها الخليط، نفرغوا هكذا في طنجرة الضغط، لابد ان ندهنوها مزيان باش ما تلصقش لينا. نسدو على الطنجرة ونديرها فوق نار مهيلة، كنقص النار بزاف ونخليها فوقها حتى كنشمو ريحة الكيك وكنعرفوا انها طابت. تقريبا شدات لي واحد 25 دقيقة حتى نصف ساعة. من بعد ما حليت ها نتوما كندير فيها هاد العود هكذا، كنلقاها طابت، كيخرج نقي، ما لاصقه فيه حتى حاجه، صافي. وكنقلبها، من الافضل تخلي واحده تبرد شويه عاد تحلوها. نسيت ما قلتش لكم حاجه مهمه، الكوكوط ما درتش ليها الصفاره، غير سديتها مزيان بحال غادي نطيب فيها، وخليتها بلا صفاره على نار مهيله. اذا من بعد ملي طفيت النار خليتها واحد شويه حتى بردات، عاد حليت عليها الغطاء ودرت واحد الطبيسيل فوقها كيف شفتوا معايا. انا قلبتها للجهه الاخرى، اذا هذا هو الجزء السفلي ديالها، انا غادي نقلبها على الوجه ديالها عاد نزينوها. ها انتم كيف كتشوفوا راه ما كتحرق، ما كيجرى ليها حتى حاجه، كتجي زوينه وسهله بزاف بزاف.
ممكن ديروها في الفران الا بغيتو، انا هكذا كتجيني ساهله فوق البوطه. في نفس الوقت اللي كنت كنوجدها كنوجد معايا حتى حريشه سائله في المقلاه، حتى هي راه حطيتها في الفيديو السابق، ان شاء الله نخلي لكم الرابط ديالها هنا. وجدتهم بجوج مع بعضهم، وانا كنوجد في الكوتي ديال العشيه هكذا داير حدايا الماء يطيب القهوه، وفي نفس الوقت وجدتهم كاملين في وقت قياسي، لقيت كلشي طيب معايا وانا كنوجد في القهوه. اذا ها هي كيف كتشوفوا، كان ندهنوها بشي حاجه اللي بغيتو، دهنوها بالشوكولا، دهنوها باي شيء. انا دهنت بداكشي المتوفر عندي في هذه اللحظه، شويه العسل دهنت به الوجه ديالها، ومن بعد حكيت فوقها شويه الشوكولا. كي شفتو غير كميه قليله ديال الشوكولا، وغادي نزين هذه كامله واحد جوج حبات ديال الشوكولا تقريبا. حكيتها هكذا في حكاكه رقيقه، كيجي زوين بهذا الشكل، ها انتم كتشوفوا. ومن الافضل النصيحه اخرى، لان المقادير ما كثيراش طبعا باش يجيكم الكيكه زويونه وعاليه شويه، من الافضل تكون كوكوط صغيره بحال كيف درت انا. الكوكوط ما كبيراش تقريبا، الكوكوط عندي فيها شي 5 ولا 6 يطرو. ممكن ديروا كوكوط اصغر تجي بحجم احسن، تجي عاليه اكثر. المهم هكذا بهذا الحجم كتجي زوينه زوينه بزاف. ها انتم كيف كتشوفوا، ها هو الشكل ديالها من بعد ما كنقطعوها. شوفوها معايا من الداخل. ممكن انكم تزينوها باش ما بغيتو، ممكن انكم تسقيوها بصوص شوكولا وتزينوها باللوز ايفيلي، تزينو بالكوك، تزينو باللي بغيتو. ممكن انكم تدهنوها ايضا بالكونفيتير وتزينو بالكوك، كتجي زوينه ولذيذه. اذا التزيين طبعا كيبقى اختياري. المهم هذه هي الكيك ديال اليوم، اقتصادي جدا جدا، ما في حتى حاجه، في غير الماء والدقيق الفرص. وها هي الحشره السائله اللي وجدت معكم، حتى هي كتجي زوينه بزاف، مكونات ديالها اقتصاديه وسهله بزاف بزاف، كتعطي كميه كيف كتشوفوا معايا. حضرت بها جوج حريشات. اذا احبتي هذا هو فيديو اليوم، نتمنى يكون عجبكم، والى عجبكم ما تنساوش كيف العاده دعموا القناه وجدت معاها في نفس الوقت وانا كنطيب هاد الكيكه، درتها حتى هي غير في البوطه، يعني ما درتهاش في الفران، جات زوينه. انا ان شاء الله نقاد الفيديو ونحطو لكم في غدا ان شاء الله الفيديو الجاي. اذا انا حضرت الكوتي ديالي بلا ما نحتاج الفرن، غير في المقيله، حرشه سائله كيف شفتوا كتوجد في وقت قياسي. وكذلك هاد الكيكه الاقتصاديه ما فيهاش نهائيا المكونات، كتجي زوينه ولذيذه. نتمنى ان شاء الله يكون عجبكم فيديو اليوم. كيف كتشوفوا معايا، انا غادي نحل معكم الحريشه من الداخل باش تشوفوا انها راه كطيب مزيان. ها انتو كي دايره من الداخل، غزاله ولذيذه. ان شاء الله الا جربتوها اكيد انها غتنجح معكم 100% وغتنال اعجابكم. اذا احبتي هذا هو فيديو اليوم، الكوتي الاقتصادي اللي وجدت، كل شيء في المقلات، حريشه سائله وكيكه اقتصاديه، ما كاملش الثمن ديالها حتى 5 دراهم. ان شاء الله ملي نحطها لكم غادي تشوفوا معايا الفيديو. نتمنى احبتي لعجبكم الفيديو، ما تنساوش اللايك ودعموا القناه بالاشتراكات ديالكم اللي مازال ما شاركش. خليتكم في امان الله، والسلام عليكم.